السلام عليكم، مرحبا بكم في حصتكم مرميطه. اليوم المرميطه تاع اليوم راح تكون باذن الله لوبيا فصاص، ولا كل يعني التسميه تختلف. انا هايلك باش نوريها لكم. اختاريت هذه اللوبيا اللي تجي حمراء، كاين اللي يشروها سواء يعني تكون يابسه ويقشروها، سينو تشروها هكذا يا حب وتشمخوها. الو نشوفوا المقادير اللي راح نحتاجوهم في الحلقه تاع نهار اليوم. راح نحتاجوا بطبيعه الحال، قلت لكم لوبيا فصاص اللي كنت انايا شمختها وغليتها تغليه خفيفه، ما نغلوهاش بزاف باسكو هي طيب يعني سريعا. عندنا البصل هنايا مقطع جوانح، عندي هنا علبه طماطم كرزيه، عندي حبه بصل اللي هنايا كما راكم تشوفوا سواء تقطعوها فينمون ولا تكون هكذا هي رقيقه في الروبو مانيوال، مي ما تربوهاش على خاطر راح البصل يطلق الماء كما قلت لكم في الحلقات الماضيه. هنا راح نسحق زروديه، اختاريت الجزر اللي يكون صغير كما راكم تشوفوا، يعني الحبه تكون هكذايا. نقشروها، نقوها مليح، نقطعوها على زوج تولي على اربعه. فوالا نسحق فيها الجزر. عندي هنايا طماطم ايضا معلبه، نسحق فيها الثوم والهريسه تبقى اختياريه، وبطبيعه الحال مكعب مرق الدجاج اللي راح يزيد لنا البنه في هذا الطبق تاعنا. اللوبيا تاعي تاع نهار اليوم اختاريتها باش راح تكون بجوانح الدجاج. لا اختاريتها بالجوانح الدجاج، نعرفوا باللي الجوانح تاع الدجاج عندهم ذوق شباب بزاف، وعلى هذيك راح نبدا بهم. كما تعرفوني دائما انا نحب الدجاج تاعي نعطي له تتبيله قبل ما نرميه في المرميطه يتقلى. ندير هنايا شويه زيت نوجدها، هاد الطبق بنين بزاف. هلا ويتلائم خاصة كي نكونوا في فصل الشتاء. هنا قلت لكم عندني جوانح الدجاج وراح نديرهم في ريسيبيون. هنا واش راح ندير؟ شوية تاع الزيت باش التتبيلة تاعي تمشي مليح في الدجاج. هلا كميه قليله على خاطر راني درت ديجا في القدر هكذايا، كميه قليله برك يعني نشمخهم ونبدا ندير التتبيله تاعي. الو نعرفوا باللي اللوبيا الحاجه الاولى اللي تحبها هي الكمون، على هذيك راح نبدا بالكمون. الو نشوف شنو هذا، دي قرفه؟ لا الكمون. نديرو شويه كمون، كاين بزاف ناس يتسالوا علاش نحب ندير التوابل في الاولى مع اللحم، على خاطرش التوابل كي يتقلاو مع اللحم ولا مع الدجاج راح يعطونا ذوق مختلف على كيما نرموهم في المرقه. نزيدوا شويه تاع فلفل الكحل، كميه قليله، والتوابل تاعي هذوما كامل يبقاو هنا باش نزيدوا نديرهم في الصلصه. شويه تاع العكري، وشويه كركم. فوالا وبلا ما ننساو التابل يعني اللي يمشي في كاع الاطباق، في لي صوص بلونش لي صوص روج، اللي هو الزنجبيل. فوالا شويه زنجبيل، وكما كنت قلت لكم في حلقات ماضيه الدجاج لازم دائما كي نجو حنقلوه نملحوه مع الاول عكس يعني اللحوم الحمراء. هلا هكذا شويه ملح، سي بون. نخلطوا كلش مع بعض، ولا كان عندكم قفازات من الاحسن تستعملوا القفازات باش هذوك التوابل هذوك يدخلوا كامل. هلا هنا يعني سي فاكولتاتيف، يعني لا كان عندكم البصل مجفف نزيدوا نديروا شويه هنايا بصل مجفف، راح يعطي لهم طعم بزاف شباب. هلا نروحو نبداو نقلو في الدجاج تاعي. شوفين بانسات، هلا بسم الله.
هكذا يا نستفوهم كامل. هنا الكميه راكم تشوفوا باللي كيما قلت لكم الكميه هنا يعني مستعمل انايا بزاف، نتوما حسب الافراد العائله. انا علاش دائما نستعمل كميه كبيره؟ علاش قلت لكم باللي المرميطه هي طبق اللي كانوا يديروه يعني الجدات الامهات اللي تتلايم عليه العائله، وبالتالي لازم تكون مرميطه كبيره هكا باش تكفي كامل العائله. وانا نقلوا الدجاج تاعنا، نعاودوا نذكروا يعني المقادير تاعنا اللي راح نستعملوهم. اونتخو طو حنايا يتقلى الدجاج تاعنا، قلت لكم هنا استعملت لوبيا فصاص اللي كنت شمختها وغليتها تغليه، واذا استعملت شريتوها يعني بالقشره تاعها ما عليكم غير تقشروها وطيب مباشره على خاطر ما تاخذش طياب. غليتها هنا تغليه، راح نستعمل معاها الكرافس، نعرفوا بلي الكرافس يتلائم بزاف مع اللوبيا، راح نستعمل معاها الرند، البصل مقطع جوانح، وهنا عندي حبه بصل اللي راح تكمل التقليه تاعها مع الدجاج. هنا عندي جزر، عندي هريسه، طماطم مصبره، والثوم والتوابل اللي كنت هنايا استعملت فلفل الكحل، كمون، عكري، واستعملت ايضا الكركم والزنجبيل. نقلبوا الدجاج. هنا راح ندير له مكعب مرق الدجاج، راح نشعل الفرن تاعي على 180 درجة. عندي هنايا نسحق بلاكافوغ. كاين ناس يقول لك علاش ما يعني تبلتهم ودرتهم مباشرة في الفرن فلابلاك وحطيتهم مباشرة في الفرن، نقول لكم لا، لاحين كي تقليوهم هذه التقلية المذاق راح يكون مختلف على كي تروحوا تحطوهم مباشرة في الفرن. وهنا الهدف تاعي من التقلية يعني الدجاج يطلق لي كامل هذيك البنة في المرميطة باش نكمل نطيب اللوبيا. هلا هنا امخداو تحميره خفيفه وتلقوا لي البنه في الزيت، نستفهم كامل فلابلاك، نقص هنا الفرنو باش هذوك التوابل ما يتحرقوليش ويولي لي فعاد يعطوني مذاق شباب يعطوني مراره. هلا نحو شويه من الزيت باش ما ينشفوليش. ونديرها كامل فوق هذوك الجوانح. هلا هذا هو بارد. نحطهم في الفرن على 180 درجة حتى ياخذوا لون شباب. هنا حطيت مباشرة، يعني هنا مانيش نطيب حلويات اللي لازم يكون الفور تاعي بري شوفي ولا عادي، ما منشعلوا عليه والطبق الداخل ما حيصرى والو. الوغ نكملوا حنايا الصلصة تاعنا تاع اللوبيا، نحطوا هنايا عندنا قلت لكم بصلة اللي تكون مرحية يعني بلا مولينات هكذايا، نقلوها شوية، نرمي الأعشاب العطرية تاعي. عندي حاجة الأولى كرافس، هادوما نقطعوهم رقاق، هنا واش راح نزيد؟ نزيد الجزر، غير ياخذ تقلية خفيفة البصل نزيدوا معاه الجزر. قلت لكم هنايا اختاريت الجزر اللي يكون يعني صغير. قد ما نزيدوا الخضره قد ما البلا تاعنا راح تكون وجبه متكامله. صدقوا
عطوني هاد المرميطه بنينه بزاف. ريحه بزاف شابه، تحسوا يعني صح في هاد الاطباق هادو تحسوا بحنان العائلات. اليامات اللي كانوا كامل العائله تجتمع، ماشي كيما دوكا واحد ياكل ساندويتش واحد ياكل بيتزا، كل واحد وين لا غالب. على كل حال كيما يقولوا حياه العامل هكذايا، مي دو طون زون طون واحد يسي كيفاش يلايم العائله تاعو، وتكون هكا وجبه عائليه. فوالا هنا كنتو شتوني زدت زعيطره، زدت اوراقي تاع الرند، فوالا نحركوهم مع بعض، نزيد شويه الفرن فوالا. هاكم تشوفوا يعني تتسائلوا هنايا باللي راه عندي زوج انواع من البصل، ماشي زوج انواع، يعني التقطيعه كانت مختلفه. هاد البصله هادية راح نخليها يعني نديماري بها الصلصه ديالي، والبصل الاخر راح نرميه حتى كي نخدم الصلصه نخليه يطيب فيها يدبال، لازم وانا ناكل لوبيا نلقى هذاك البصل. مي هذايا اللي كنت يعني رحيته رقيق راح يذوب اوتوماتيكمون، راح يذوب. قلت لكم هنايا استعملت علبه تاع طماطم كرزيه، كما تقدروا تستعملوا طماطيش يعني طماط فريش عاديه تاع الدار، وشنو تقطعوها مكعبات. الو نزيد طماطيش، فوالا نزيد طماطيش. واش نزيد؟ نزيد طماطم مصبره، ما نكثرش بزاف، من غير فاس صغيره برك. فوالا عندنا طماطم مصبره، عندنا هنا الهريسه. انا هذا الطبق هذا بلا هريسه ماشي طبق، وانتوما كيما تحبوا. فوالا الهريسه، نزيدوا الثوم. الثوم كيما تعودتوا معايا دائما ما نحبش يكون مرابي، نحب يعني جوست يكون لا اكرازي، صادير جوست نعطوه هكذايا ويكون خشين. يكون كبير هكذا اولا ما حش يتحرق، وثانيا الو شويه كمون، شويه فلفل اسود، الكركم اللي ولفتو اطباقي بزاف فيها الكركم. حنا نحاولوا دائما في الاطباق تاعنا نستعملوا هاد لي زيبيس اللي منصوحين يعني لصحه الانسان، العكري الحلو. هلا ونحركوا كلش مع بعض. هكذا دوكا بقالنا البصل، بقالنا البصل واللوبيا يترماو يعني كيف كيف. هنا قلت لكم البصل راه مقطع جوانح، نرميه مباشرة. بسم الله هلا. هكذا نخلطو كامل باش ياخذ هذيك الصلصة هذيك التتبيلة. هنا بقات غير حاجة واحدة اللي مازال ما درتهاش، اللي هي الملح. أنا يعني كي راح نستعمل مرق الدجاج أوتوماتيكمون هو مالح شوية، نخلي التتبيلة تاعي تاع الملح هي في الآخر، على خاطرش من بعد راح نخلي البصل تاعي يكمل طيابه، اللوبيا تاعي تكمل طيابها، ونزيد لها دو طون زون طون نزيد لها مرق الدجاج. في الآخر كامل كي نشوف البلا تاعي أوجد نشوف الملح، باش هكذا ما نتنخدعش في ندير الملح دوكا. بون ما تخافوش راح المرميطه تهبط، راكم تعرفوا بلي البصل جيست راح يطيب راح يهبط. نحاولوا نخلطوهم بلا عقل برك باش ياخذوا كامل هذيك التتبيله هكذايا. هذا
فوالا نكمل انا خلط كامل المرميطه تاعي. حنا نروحوا فاصل قصير باش تشوفوا من بعد الطبق تاعنا واجد وجاهز امامكم. رانا عاودنا ولينا لكم بعد ما اللوبيا الفصاصه تاعنا طابت كما راكم تشوفوا، يعني خلينا هذاك الدجاج تحمر مليح، هذيك اللوبيا خذات يعني المرق تشرب مليح. هنايا كما راكم تشوفوا دريسيتها مع شويه معدنوس. وصفتنا ان شاء الله نهار اليوم نالت اعجابكم. نتلاقاو معكم دائما مع وصفات اخرى في مرميطه.